يرضيكم اللي صار؟ يرضيكم وحنا نتجرجر بين الأجسام؟ صرنا سالفة عند اللي يسوى واللي ما يسوى؟ إيش هذا؟ إيش اللبس هذا؟ أنت وش اللبس ذا؟ وإنتي؟ يعني أم عيال؟ أتوقع عيب الموضوع؟ هذا اللي أبيكم تسوونه بس، لا رقص ولا حركات مياع ولا خرابيط. طيب في رقصة جديدة ودي أوريك إياها. وريني. لا هذه بالذات لا. أنا عندي رقصة بدون استخدام الأيدي. ما تسرح حتى لو كذا. حتى لو كذا هي رقصة جميلة. وشو؟ رقصة التلميس من بعيد. لا لا يا الله لا، يعني لا افهموا. ليش؟ لا بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة لا يكثر الجديدة مع مقدمكم ولد الهضبة صهيب القدس. كيف صلح الكرسي؟ عندي موضوع أبي أتكلم عنه. يقول لك في آخر مناسبة جاء فهودي هذاك فهودي كيف يسوي في الفيديو قديم. أنا كنت كيف صلح الفيديو؟ شاب من خلاه يجلس على الكرسي؟ أنا صهيب ها؟ قدي مؤخرا في مقطع انتشر والعالم كلها اختلفت عليه. اللي يقول الوزير يستهزئ بالرجال، واللي يقول الوزير كان يمازح الرجال ما فيها شيء. انا اشوف ان الناس بشكل عام كبرت الموضوع. يعني يا اخي احنا ما سمعنا صوت الرجال بشكل واضح. يا اخي يمكن قال شيء يضحك فعلا. قلتها تندت ناقل. بشكل عام اصلا وزارة الصحة حولها كلام كثير من زمان. يعني وزير الصحة يزور ريهام فتاة الإيدز ويهديها آيباد. انقله المستشفى خاص. طيب انقله المستشفى خاص للرياض. أنا عن نفسي أحس الموضوع مو كله في الوزير ولا اللي يتكلم مع الوزير. أحس في شيء صاير في النص. توقيع طال عمرك. طيب أنا في المكتب أخلص هالشيء. السلام ورحمة الله مساكم الله بالخير. تفضل. طال عمرك. أنا بس كنت أبغى. وش اللي أبغى؟ فاضيلك هو قاعد مكاتب ومدري ايش، كل يوم داكت الشورى هنا قاعد ما تعرف انت ما تفهم. فاضيلك هو قاعد مكاتب ومدري ايش وفلوس، بس على وجهك انت وياه. اي الوزير تاج راسك. ابدا فاضيلك هو. لا ومطر شعر راسي. طيب عندو سم طال عمرك. خلي الرجال يتكلم. سم تفضل. ايش فيك؟ عسى خير ان شاء الله. طال عمرك في ماسوره قدام بيتي مكسوره وتصب مويه، وكل شوي البلديه تعطيني مخالفه. طيب يعني انا بغيت لهنت يعني لو تصلحون الماسوره بس. تبين اصلح الماسوره بس بسيطه؟ ابشر بعزك. خذها بالله خذها وراني الرجال بس ان شاء الله وبكره ان شاء الله ماسورتك طيبه. الله والله ما قلت لنا بذلك. والله العظيم الله يجزيك. ما لك الا كل خير ان شاء الله. ما هي بغريبه عليك. احيانا هذول الاشخاص هم اللي يحورون الكلام ويحولون الاراء والتصريحات لشيء ثاني مختلف تماما، زي هذاك حق شمس شارجه. الوزير ليس شمس شارجه. واهتم بالاخطاء الطبيه ونجد الكراسي. الحمد لله ان في بعض الكلام مهما حاولوا ما عليه اخبار، هذا اللي صدق شمس شارجه. The reality is that the Islamic state is Islamic. Very Islamic. Every religion has perverts and psychopaths who try to hijack it. ISIS is as much Islamic as the KKK is Christian. There are people like this also in the Jewish faith that have nothing to do with Judaism. There are people like this in the Hindu faith that have nothing to do with Hinduism. For anyone to argue that Daesh is Islamic is preposterous. بس مو كل تصريح عليه الكلام. في تصريحات ما ادري وش تبي، زي تصريح الخارجيه الايرانيه قبل فتره: مستعدون للتعاون مع السعوديه في سوريا، وقد ابلغنا الخارجيه السعوديه منذ صباح البارحه 6 مرات دون ردود. ايش 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 هذا التصريح؟ يا الله وش ذا؟
لا وي من جد وش هذا الكلام؟ يعني بالله وش ذا التصريح؟ يا أخي وش نسوي؟ دقينا عليهم 6 مرات والله العظيم ما يردون. بالله ما يردون عليكم؟ ليش تتوقعون يعني؟ وش بك ما تجاوب؟ قبل كم يوم كان الفالنتاين يوم 14 فبراير وش صار؟ والله يا هي ضربات استباقية. افتحوا واتساب المكالمات المجانية. ايش سوت هيئة الاتصالات؟ قبل الفالنتاين بعشر ايام قفلت المكالمات بعدها على طول. اعترضوا الناس. قامت هيئة الاتصالات حطتها براس واتساب. قالوا هم المنع من عندهم. جو ادارة واتساب قبل الفالنتاين بيومين. قالوا المنع من عندكم ما هو من عندنا. وننفي كامل التصاريح حقت هيئة الاتصالات. يا اخوان ايش فيكم؟ ما تسوى ترى. راس مالها مكالمات. ادوا لبعض ورد. حبوا بعض. بس دقيقة. لا يكون عشان كذا الخارجية الايرانية متصلة علينا 6 مرات بدون اي رد. لا يكون مستخدمين الواتس. في ضربة ثانية استباقية صارت في يوم الفالنتاين. سيستم الجوازات على جسر البحرين تعطل تماما. والعالم قلبت زحمة. شد اعصاب. كل واحد ورا الدركسون ممكن يقتل. هاي! لا تكبوري! ما ريح دماغه الا اللي طلب اوبر وقعد طول الخط لين وصل البحرين وهو يسمع ماجد المهندس. جو اكسكيوتيف كار. طبعا وقت ما تعطل النظام حق الجوازات في جسر البحرين طلع حساب المرور الرسمي في تويتر وقال اللي ما عنده شيء ضروري لا يروح البحرين. تعال فهم ربعنا الحين وش يعني ضروري. طبعا هم كانوا يقولون لنا مو ضروري تروح المقصر ولسه كنا نروح ما نتعلم. يا شباب بعدين المشكلة فالنتاين العالم في ذا اليوم ما تشوف إلا أحمر واللي سيارته حمراء ما يبقى شارع ما يمر عليه واللي جزمته حمراء قاعد يتمخطر في التحلية والبعض عنده أي عيد معناته بحرين عد بالذات في الفالنتاين علم البحرين أحمر يعني درع منسالم حتى إذا فتح الابليكيشن حق الجسر وشاف اللون الأحمر ما يفكر أوه أحمر يعني زحمة لا بيقول أوه أحمر معناته هذا دعم لليوم الفالنتاين هيا نذهب للجسر البحريني ونأكل حلوى شويطر عد فالنتاين وسواليف يا مول كان الورد الأحمر بالتهريب تقول مخدرات الواحد كان يحس إنه يكافح عشان يحصل وردة واحدة حمراء تعلموا من بو علي اللي درب كك البطل ذيك الأيام كان الورد نادر من ندرة الورد كان كل شيء حوالينا فيه ورد أثاث البيت كله ورد مخدات كلها ورد ورد بلاستيك ألف في كل أركان البيت بلاستيك واضح إنه بلاستيك حتى الاستديوهات أول تصوير الفوتوغراف اللي قاعدين نطنز عليه الحين نحط عليها you are the because خلفيات كلها ورد صح إن الحين الوضع غير عن أول بس لازالنا شفان نطنز على أي واحد يحاول يحب أو حتى يحاول يحب اللون الأحمر بس بسبب هذا الشيء طلعوا لنا شخصيات غريبة وصمم ثوب بلمسات طبعاً اي بلمسات كنت لا ايه وبعدين حتى اللون أحمر من جوا ايه طقم ايه كامل ايه والله الذيب ناقصه فهمته بس ويصير أحمر من جوا وأحمر من برا عاد صدقون لون أحمر ولا مو لون أحمر الوضع كله نشفان صرنا نضحك على أي واحد يحب هذه الأيام ضحكة وزير خلتنا نسوي سالف لكن واحد متزوج نطلعه في برنامج تلفزيون ونضحك عليه عادي هل يستجبنا المعلمة والمديرة والطالبة للمشرفة؟ بالتأكيد النظام نظام والعمل عمل اصلا انا من شفت شعار البرنامج لونه احمر وانا حاسس ان الوضع ماشي مو تمام بعدين ايش الضحك هذا ورا الكواليس اذا تبي تضحك خليك شجاع سوها في وجهه يعني ضحكة وزير زعلتنا ضحكة مذيع عادي يلا فرق في الوظائف بعدين كيف تبون نعبر عن الحب وحنا تربينا على النظام من حبك طقك حتى في الفالنتاين بعيرين متهاوشين واحد ذبح الثاني يا أخي حنا ما نعرف نعبر عن الحب بشكل سليم والله أحبك يا أخي الله يلعنك شكرا لكم على متابعة الحلقة لا تنسون تستفيدون من كود لايكر اللي تحت في نمشي اللي تقدرون تطلبون منه في أي زمان وفي أي مكان على الأقل يكون عندكم جوال جنبكم الابليكيشن موجود على الجوال تشوفني مصيف؟ انت ليش لابس ثوب شتوي؟ ما دريت الجو بكم تعبي كم 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 كم